أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الليغا تعود إلى أحضان عشاقها من خلال استادي إيبروسترا هنا في مدينة مايوركا، ورقال ريال مايوركا إف سي برشلونة في إطار الليغا، الليغا التي توقفت لأشهر بسبب الكورونا، الجائحة التي أوقفت كل الدنيا، تعود الحياة وتدب معها أيضا همسات كرة القدم. الجمهور الافتراضي قد يصنع نوعا من الحماسة ولكن ليست كل الحماسة، فما هو طبيعي ليس بالمتصنع والاصطناعي. اللقاء ينطلق خلفية الدوري تعلمونها جيدا، البارس تركناه ليدر بخمسة فرق على الريد اليوم لملقات الريال مايوركا، الريال في المراتب الأخيرة ويلعب من أجل تفادي الهبوط. هذا السيناريو ممكن يقلق برشلونة اللي على الورق سوبر فابوريتو للانتصار، مرشح خارق للعادة لتحقيق النقاط الثلاثة، ومن ثم الضغط على المرينج الريال الذي هي كتالونية. كورة لإفسي برشلونة، محاولة التوزيع والهدف الأول، 1-0 عن طريق أرتورو فيدال، 1-0 البلاوغرانا الكتالوني يسجل من أول 60 ثانية في ماتش الريال مايوركا الجريح الغريق. البارسا يكون مفتوح للكتالوني، فرصة البداية قوية جدا لبرشلونة. اللقاء هذا ممكن في سيناريو سيناشر جول بمساهمة لابورغا، سجل 6 ومرر 6. البارسا فاز في آخر 6 مواجهات ضد الريال مايوركا، المواجهة الأخيرة تعود فيها برشلونة خطيرة العرضية، هل الياباني الساموراي وساكورا باتريك، الكرة تمشي وانطلاقة شي وفرصة، والهدف الثاني قريب وفرصة جديدة لبرشلونة، فرصة أخرى للبارسا. هذا هو الدنماركي كان قريب، برايت وايتر وميسي باللوك الجديد، ميسي ما بعد كورونا كانه ميسي، سيرجي روبرتو، روبرتو هدف الشهرة من موسم 2006-2007 من 13 سنة، وقتها ما خسرش البارسا لهكذا ارقام. الجاب الثاني حتى الكره ممتازه، فرصه والدفاع والكره خطا لفريق يتصدر الليغا ويقارع من اجل حلم دوري الابطال، المنتدى التاريخي على فريق البارك باريس سان جيرمان ليوم 6-1. يمشي ميسي، يمشي ميسي، باف ميسي عدي الكل، يمشي ميسي عاود له، يمشي ميسي، وترجع كره ممتازه في الانترفال، عداله الجاب الثاني، جاب الكنيس الياباني، يمشي كوبو والكرة دافن في الكرة الأوروبية، درجة الكرة وسط الميدان قدر ممكن على تغيير مسار النقاط في الليغا. الأول النتيجة 1-0 يولي يرجع في المباراة واحدة واحدة. مايور 20 دقيقة، البارسا ممكن ما نجحش في حاجة، نجح في الهدف المبكر وبامتياز، اليساري ضايع والانطلاق في الهجوم حلو، يمشي الانطلاق، ميسي 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 في باس ما فهموش، لا جوردي عاود هالو، يا جوردي عاود هالو، والكرة بخير من بلاش، يرفع الكرة عاود هالو، حط هالو حط هالو، ولكن العملاق اشتاق الفتصخ هالو بين الحبة وبين الصد، ترجع الكرة للميسي، ميسي يلعب جول، يمشي بالكرة كوبو، جول يا كوبو، كورة من كوبو، أقوى مهاجم في الريال مايوركا لحد اللحظة. الآن في إسبانيا وما عندهم 20 درجة الآن في استاد مايوركا وفي المدينة، ولكن صار الكلاسيكو 2-0 في آخر الدقائق، نجح في الهدف المبكر وبامتياز، اليساري ضايع والانطلاق في الهجوم حلو، التوزيع ترجع كرة بالرأس حطها مرة أخرى، برشلونة خطيرة، والهدف الثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني لبرشلونة، الهدف الثاني لنادي برشلونة، إذن 2-0 للكتالوني.